مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ما زلنا في النادي الاهلي طبعا فرع الجزيره، النادي الاهلي معي طبعا مدير مقر الاستاذ خالد مرسي. بقول لك اهلا بيك على شقه النادي الاهلي تحت كابتن اسلام لحضرتك. ويمكن النهارده استعداد ولا اروع ولا اجمل، شاشه عملاقه، شاشات كتيره في كل مكان بتستعدوا لهذه المواجهه فيتا كلوب والنادي الاهلي. باذن الله يكون الفوز حليفنا النهارده ونكون اول المجموعه كالعاده زي ما الاهلي معودنا بيكسب بره وبيكسب جوه باذن الله. ان شاء الله. اهلا بيك يا استاذ شريف، وتحياتي للكابتن اسلام ولجميع مشاهدي قناه الاهلي. طبعا بندعي كلنا النهارده لفريقنا ان شاء الله ان هو زي ما عودنا يبقى دايما في المقدمه. مكسب النهارده مكسب مهم جدا، ان شاء الله نكسب ونبقى في المقدمه ونبقى اوائل المجموعه عشان نخش على دور الثمانيه ان شاء الله وناخد البطوله في النهايه ونخش كاس العالم ان شاء الله، وان شاء الله ناخد كاس العالم كمان. والاهلي دايما مفرح مصر، واحنا بالنسبه لنا في الفروع الثلاثه وهنا في المقر زي ما انت شايف كده العدد بتاع الاعضاء كلهم النهارده بزياده، جو جميل الحمد لله، مش ناقص غير فوز الاهلي. استعدينا طبعا زي ما انت شايف كل منافس فاتحه، مستعدين لمقابله الاعضاء. الكراسي زي ما انت شايف كده حواليك كراسي، اي عدد هيجي النهارده ان شاء الله احنا مستعدين ان احنا نقابلهم. كل وسائل الراحه كالعاده في انتظار اعضاء النادي، كعاده الاداره التنفيذيه وتوجيهات المدير التنفيذي احنا مستعدين كامل الاستعداد. الحقيقه الشاشات عملاقه زي ما انت شايف الشاشه اللي ورانا هنا في الكاميرا، شاشه عملاقه. عندنا كمان في حدود 7-8 شاشات كبيره في جميع انحاء المقر. ان شاء الله احنا مش ناقصنا غير الفوز ان شاء الله. الساعه 6 نبدا وندعي، وان شاء الله 8 الا ربع نقول مبروك ونبارك لبعض كلنا بتقدم النادي الاهلي ان شاء الله، ويبقى في المقدمه دايما زي ما هو معودنا. لغايه الاجازات استعداد كامل لراحه عضو النادي الاهلي، وكالعاده ولما لا عضو النادي الاهلي يجب ان يعامل معامله في اي بي. يمكن طبعا المدير التنفيذي العميد محمد مرجان وحضرتك طبعا مدير المقر الاستاذ خالد مرسي، استعداد على كامل الوصول. بص حضرتك احنا في العادي كل ايام الاسبوع احنا في شغل، بس النهارده بتبقى طوارئ شويه. اجازات ممنوع، كل افراد الامن، كل افراد الخدمات، كل افراد النظافه، النادي كله النهارده على هبه الاستعداد. لان دي مناسبه اساسا ما حدش بيشتغل فيها وهو زعلان ولا متضايق، دي مناسبه ماتش كوره للنادي الاهلي في افريقيا، فتخيل الناس كلها موجوده وما حدش متضايق. ودي عاده كمان الموظفين والعمال في النادي، هم نفسهم بيبقوا في خدمه العضو عشان خاطر ايه؟ الكوره اللي بتفرحنا كلنا. فمفيش اجازات، احنا في طوارئ ان شاء الله للسعاده اللي احنا ان شاء الله كلنا نتقابل فيها قبل الساعه 8 ان شاء الله. دعوات كل المصريين بقى وكل الاهلي وكابتن اسلام، ودعواتك كل اعضاء النادي ان احنا نكسب النهارده ان شاء الله. شكرا، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن اسلام. يمكن هنا الكل على قدم وساق، يمكن المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، مدير المقر الاستاذ خالد مرسي، مدير الامن العميد علاء، مدير الخدمات الاستاذ محمد الالفي، الكل في خدمه اعضاء النادي الاهلي. باذن الله يكون الفوز النهارده من حليفنا ويكون 3 نقاط ونوصل لنقطه رقم 10 ونتصدر المجموعه ونفوز بطولة افريقيا. عودة ليك من جديد كابتن اسلام، اتفضل.